السلام عليكم اخواتي اخواني، مرحبا بكم معنا فيديو جديد فلوق جديد من شهيوات ليلى العميريه. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير بالصحه والسلامه. باش متمنيتو الله يدخل علينا هذا الشهر الكريم بالصحه والسلامه والفرج والسيفاء، والله يرحم امواتنا وامواتكم جميعا، الله يرحم الوالد، الله يوسع عليه ضيقه القبر في هذا النهار، في هذا النهار الكريم. الله يحفظ لنا الوالده ويحفظ لنا ويحفظ لكم ما عز عليكم، الله يرحم امواتنا وامواتكم جميعا، والله يبارك لينا ولكم في اهالينا وفي اولادنا يا رب. اليوم اخواتي اخواني غنقدم معكم شربه بالسمك والعدس الاحمر. عندي هنايا هاد الراس ديال الحوته، كان بقى ليا من الحوت. المهم عندي هاد الرشيده ديال الحوته، غادي نستن بيه الشوربه ديالي. عندي العدس الاحمر، عندي هنا الخضار، عندي اللفت الاصفر، عندي خيزو او الججر، عندي اللفت الابيض، عندي اللفت الابيض البنفسجي، القرع او اليقطي الاحمر، عندي بطاطا واحده، عندي ثلاث قرعات او كوشات، عندي بصله واحده، عندي طماطيمه واحده، وعندي هذا القياس تاع معدنوش. عندي هنا في التوابل غنستعمل منشمات، هنا اوراق الغار، اوراق سيدنا موسى، عندي قزبر حبوب مطحون، عندي الكمون، عندي سكنجبير وشويه ديال الملح. غادي نسموها بالسمن الحار. ومرحبا بكم معنا، ما تنساوش لايك ابوني بارطاجيو، تابعوا معنا الاخير شوربه السمك بالعدس الاحمر والخضار. رمضان مبارك. انا درت الماء تيغلى في طنجره الضغط، غادي نجيب الخضار والراس ديال الحوته ونديرو في كوكوت. دابا غنحط الراس تاع الحوته، بسم الله توكلت على الله، هو نتمنى يهتزو ليا الطنجره باش تغلى. الحمد لله هي بحريه. عندي هنا الجزر، نتوما طماطم، كلشي على الحصين، البصل، سمحوا لي البخار، كوس، البرح، صلوا على الحبيب مصطفى عليه الصلاة والسلام. عندي البطاطا هنايا، عندي العدس، عندي النصف هاد الملعقة السمن، يعني قل، صافي مشات، عندي العدس الأحمر، غادي نغسلو. غادي نتابعو معانا الشوربة ديالنا الأخيرة. هنايا غادي نشوش العدس ديالنا حتى هو نجهدو، العدس الأحمر، سمحو لي سكينة في الغسيل، بسم الله. سمحو لي العدس ملي غسلتو لصق لي في الطبسيل، ها هو. غنشدو على الكوكوت تما ديالنا، شدينا على الطنجرة ديال الضغط تما هنايا، وجدت المعدنوش هنايا نشيتو. غادي نشدو على الكوكوت ديالنا، وها هي الشوربة ديالنا طابت. حية الخضار والعدس درتهم في هاد الكاس ديال الطحين هنايا، وشديت الراس تاع الحوتة حيت تمنو الهبرة ديالو اللي بيضة. طحنت هاد الخضار كله والعدس ورجعت لاصوص اللي بقى في الكوكوت، وغادي نتوما طحنا كلشي، هادشي غنطحنو. وغادي نزيد الحمص عندي طايب، غادي نزيدو على الشوربة، مغاديش يطحن غنخليه صايب. صافي شوية داك نزيدو التوابل ديالنا، راكم شت غادي تشوفوها ديك التوابل، سكنجبير، قزبر حبوب، كمون، الراس ديالنا وعدة ديال الحوتة. غادي نحيد منو الهبرة البيضاء، الهبرات، صافي نحيد العظام اللحم مع داكشي ديال الزعانف. بالصحة والراحة، وسمحوا لنا إلا كان شحيوكم، وصلوا على الحبيب مصطفى عليه الصلاة والسلام. تبارك الله عليكم، تبارك الله علينا، وما تنساوناش من الدعاء. وهي الشوربة ديالنا صراحة كتجي لذيذة وصحية، يعني الواحد اللي كيمر يمل من الحريرة ولا شي حاجة يقدر يدير هكا. هنايا ها هي التوابل ديالنا اللي باش نسمتو، أوراق الغار أو أوراق سيدنا موسى، وزويتة العود، وغادي نقدمها بشوية ديال السودانية. مرحبا بكم. وغادي نجيد هنايا الحوت اللي قطعت من الراس، طروف هاد الحوته هما هادشي اللي خرج ليا بالراس، تبارك الله. لحته هنايا على الشوربه، نخليه يطبخ واحد 10 دقائق مع الحمص طايب، ونقدموها على الطريقه اللي غتشوفوا. في امان الله، بالصحه والراحه.